عشت منذ الطفولة في هذه الجزيرة الجميلة، كنا نستمتع كثير بالمناظر الطبيعية الجميلة في الجزيرة والثروات المتنوعة، أيضا التنوع الحيوي، أعداد هائلة من السلاحف في الشواطئ، نشاهد كثير أيضا من الحيتان والدلافين أثناء عبورنا من الجزيرة للضفة الأخرى. السائح المتتبع للجزيرة يتمتع بكثير من الأشياء اللي يعني تميز جزيرة مصيرة بالمناخ المعتدل طوال العام، أيضا كذلك الحيتان الفريدة التي أيضا وجدت على هذه الجزيرة في سواحل هذه الجزيرة، الدلافين، وبالتالي جمعية البيئة العمانية قدمت كثير من الأدوار في هذا الجانب من خلال تقديم الدعم والإسناد وكذلك توضيح التثقيف للمجتمع المحلي وكذلك حتى الزائرين إلى الجزيرة أنه كيفية المحافظة على هذه الثروة. جمعية البيئة العمانية تقوم بكثير من الأنشطة والفعاليات في الجزيرة منذ فترة طويلة من 2006. هذه الأنشطة من بينها الأبحاث العلمية، تقوم جمعية البيئة بأبحاث علمية خاصة بالسلاحف والحيتان والدلافين في المنطقة. من بين الأنشطة أيضا اللي تقوم في الجزيرة برامج وحملات التوعية، من بين الحملات طبعا تنظيف الشواطئ من الشباك، وهذه طبعا أكثر من مرة تقوم في الجمعية. نقوم أيضا بحملات التوعية من محاضرات وندوات للمجتمع المحلي، للصيادين، لطلبة المدارس، للجمعيات المرأة، وكل هذه الأعمال التي تقوم في الجمعية في الجزيرة بالتنسيق مع جميع الجهات اللي موجودة هنا في مصيرة، وخاصة وزارة البيئة والشؤون المناخية، بلدية مصيرة، مكتب سعادة الوالي، كل الجهات المختصة في الجزيرة تشارك معنا وتساهم في عملية، يعني سواء كان الدراسات اللي تقوم في الجمعية أو برامج التوعية وحملات التنظيف وغيرها. طبعا في بداية هذه السنة تم عمل مشروع وتعاون بين الجمعية، جمعية البيئة العمانية وإيكوفيشن، في وضع 3 صناديق في مواقع حساسة، وذلك لحماية البيئة وكذلك أيضا للصيادين عدم رمي هذه الشباك في السواحل ورمي هذه الشباك في الصناديق، وذلك لحماية البيئة. بكل تأكيد حملات النظافة تساعد في تنظيف السواحل والشواطئ من المخلفات البلاستيكية والضارة، لكن الأهم أن الإنسان أو المرتاد الساحل أو المسافر أو المقيم ينظف الساحل أو الشاطئ أو المكان بنفسه. من ضمن مشاريع الدراسات أيضا للجمعية دراسة الحيتان والدلافين، يعني على مستوى السلطنة وخاصة في المنطقة القريبة من جزيرة مصيرة، من بين جزيرة مصيرة إلى حاسك، هذه المنطقة من المناطق المهمة لتواجد الحوت الأحدب العربي بالذات، وهذا النوع نادر جدا، لم يتبقى منه إلا من 80 إلى 100 واحد، فكثير من الأخطار اللي تواجه الحيتان والدلافين في المنطقة واللي تواجه هذا النوع بالذات. يعني الثروة المائية والبيئية هي ثروة وطنية بحتة، يجب المحافظة عليها والتمتع بها لتبقى لأجيال قادمة. هذه بلادنا ونحبها ونحب تكون نظيفة، فالأفضل ترك المكان أفضل من ما كان للاستمتاع قدر الإمكان. حافظ على بيئتك تعيش مرتاح، إذا حافظت على بيئتك عشت مرتاح وأمنت مستقبلك ومستقبل أبنائك. وأشكر جمعية البيئة العمانية بالدور العظيم اللي قايم تبه، بحيث أن هذه الجمعية أهم الناس المختصين بالأشياء هذه، وحاولوا أنهم يطلعوا عدة شباك من الشواطئ، وصلوا إلى ما يقارب 390 طن هذه من الشاطئ، فما بالك يا أخي الصياد بالكميات اللي مرماية داخل البحر ومئات وآلاف وآلاف الأطنان. إيش تتوقع أنت تكون البيئة البحرية تحت؟ أنت عليك بالظاهر السطحي من البحر، لكن تحت أنت لا تنظر، لكن لو جبت نظارة غوص ونظرت في أي قوعة من قوع البحر بتشوف الدمار التحتي. فلا تستغرب لو غلت الأسماك، لا تستغرب لو قل مصدر رزقك، لأنك أنت اللي تعمدت عليه، ولكن ما زال المجال مفتوح وما زالت الفرصة سانحة. إذا حبيت تغير من نفسك الفرصة ما زالت موجودة، الحل والربط بيديك يا عماني.